السلام عليكم. اليوم نعرفكم بكل ما يتعلق بمشروع نتاع إنشاء مصنع لتركيب سيارات فيات بطفراوي بوهران، ونخليكم قبل ما يعني بدون ما نطول عليكم نخليكم تعرفوا على كل التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع في هذا الفيديو. إذن وإلى موعد آخر، والسلام عليكم. كشف والي ولاية وهران سعيد سعيود أمس أن الشركة المكلفة بإنجاز مصنع فيات بطفراوي أكملت إنجاز الوحدة الصناعية الأولى، في حين تجاوزت نسبة أشغال الوحدة الثانية 45%. سعيود ونقلا عن الصفحة الرسمية للولاية أكد أن الأشغال التي تقع على عاتق الجانب الجزائري تسير بوتيرة جد متقدمة، موضحا أنه تم الانتهاء من ربط المصنع بالكهرباء. وبخصوص ربط المصنع بالغاز فبين أن الدراسة اكتملت تقريبا، بينما ستنطلق أشغال ربطه بالمياه في الأيام القليلة القادمة بقيمة مالية تصل إلى 12 مليار سنتيم، أي 120 مليون دينار. المصنع يتكون يعني من دو باتيمون، هم إمارتين. الإمارة الأولى يعني الأشغال جد متقدمة، فاقت 85%، يعني حتى الأجهزة واللي تم يعني جلبها وراهي متواجدة على مستوى يعني الورشة. بالنسبة للو دوزيام باتيمون دونك نسبة الأشغال حوالي 30%. كل الأشغال تاع التهيئة كذلك تم الانطلاق فيها وهي بنسب يعني متفاوتة. بالنسبة للاستلام يعني تاع الأشغال ضمن نهاية أوت يعني سيتم الاستلام بالنسبة للمصنع بكامله. تنتج أربع أنواع من علبة فيات، فيات 500 دوبلو سياحية ونفعية تيبو، وكذلك بوندا ابتداء من سنة 26، هي نهاية 25 ولكن 26 تكون إن شاء الله جاهزة للسوق المحلي وللتصدير إن شاء الله. أما فيما يخص الأسعار، أسعار لأنه السيارات مستوردة وبالتالي أسعارها يعني مقارنة مع بعض الدول فهي أسعار معقولة. أما لما يتم الإنتاج هنا في الجزائر فطبعا أن الأسعار راح تكون تتراجع نسبيا.